لو الحكاية فيها إن فيجو علم الروحانيات ودراسة الروحانيات شغلت حيز كبير تفكير دول العالم خلال المرحلة الأخيرة. خلال هذه الدراسات والأبحاث يسعدنا في جريدة فيتو أن نستضيف أحد الباحثين الكبار في مجال الروحانيات. ضيفنا اليوم هو الدكتور سيد عطية الباحث الروحاني والحاصل على شهادات الدكتوراه في الأمور الروحانية والشفاء الروحاني من جامعة ريتش بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب العديد من الشهادات الأخرى من دول العالم بالصين والاتحاد العالمي للفلكيين. فأهلا بيه في جريدة فيتو، مرحبا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. في البداية دكتور، هناك العديد من التساؤلات التي تدور والتي تهم حيز كبير من المجتمع المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة. في البداية عايز أتعرف من حضرتك على السحر وأنواعه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسحر، بالنسبة لمجال السحر لازم نوضح طبعا الأول لماذا نتكلم عن السحر، لأن في بعض الناس أو بعض الفئات ما بيحبوش إن هم يخوضوا أو يستمعوا لهذه الأمور. يعني كلمة السحر دي كلمة ذكرت في القرآن الكريم 58 مرة، منهم 32 مرة السحر على حقيقته و26 مرة ما يوضح أو ما يدل على معنى كلمة سحر. وكلمة سحر ذكرت في أعظم سور في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وذكرت في المعوذتين. طبعا احنا بنوضح كلمة سحر لان ده شيء كبير لازم نوضحه للناس. اما بالنسبة لو اتكلمنا عن انواع السحر فهي انواع عديدة جدا، صعب ان احنا نتكلم عنها في لقاء لان دي تاخد وقت كبير جدا. فهنتكلم عن اشهر انواع السحر، هو سحر المحبة او سحر الطولة وسحر وقف الحال بالنسبة اللي بيتعمل لرجال الأعمال، أو نوع من السحر بيتعمل للبنات اللي هم خطبتهم ما تتمش يعني، وسحر التفرقة ده أشهر السحر المعروف على مستوى العالم. طب يا دكتور ياريت تشرح لنا بجزء أكتر، يعني إيه سحر رجال الأعمال ويعني إيه سحر التفرقة ويعني إيه سحر إفساد الخطوبة أو الاغتمال؟ سحر التفرقة طبعا ان بيتعمل لحد تفرقة ما بينه وما بين احد اسرته، ودي العمل الاساسي بتاع الشيطان والعياذ بالله، اللي هو التفرقة ما بين الناس. لان السحر اساسا اللي اختص به بالنسبة للبشر وهي التفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتعلموا منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللي جاء في الآية في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلموا منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلموا ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم. السحر التفرقة هو السحر الأساسي اللي أنزل عنه السحر. فكيف تتم التفرقة؟ بيجي حد عالم في هذا المجال ومتمكن في مجال السحر والعياذ بالله، لأن السحر لو اتكلمنا عليه ده نوع من العلم، يتعلمون منهما. طالما يتعلمون يبقى في معلم وفي تلميذ، يبقى ده علم. حتى فرعون لما طلب يقابل سحرة قالوا أتوني بكل ساحر عليم. عليم يعني عنده علم. فبيبتدي بيكون حد متضايق من حد، لان اساس السحر بيبقى حقد وغيره من الشخص الحاقد على الشخص اللي عايز يعمل له سحر. فبيبتدي يفرق بينه وبين اسرته او بينه وبين زوجته عن طريق طبعا طلاسم وعن طريق انواع من السحر. فهم انواع كتير جدا، فكل حد بيبقى له طريقه معينه. اقواهم سحر اسمه سحر الكبالة أو سحر الفودو،
ده أقوى أنواع السحر أو البلاك ماجيك اللي هو السحر الأسود. فبيتم التفرقة. أما بوضح بقى شيء مهم بعض الناس ما يعرفوش مجال السحر بيتم إزاي، لأن أنا مهتم بالموضوع ده من صغر، يعني أنا بقالي في هذا المجال أكتر من تقريبا يعني من 22 سنة، لفيت من خلالهم العالم وقرأت أكتر من ألوفات المخطوطات كتب القديمة يعني. فأنا دارس موضوع السحر، درسه علميا مش مجرد سحر وخلاص، لازم يكون فيه اقتناع بالحاجة اللي أنا كباحث، لأن الباحث عامة هو من يبحث عن الحقيقة. فالسحر لما بيتم بطريقة علمية بحتة جدا. السحر بيتكون من ثلاث أنواع، مثلث، عبارة عن مثلث. أولا الساحر وده الأساس. الحاجة الثانية الطلسم اللي هو عبارة عن أشكال غريبة لا يعلمها إلا الساحر نفسه والجن المسلط بذلك. فبيبتدي الساحر بيسلط على الشخص الطلسم، فبيظل الطلسم حول هالة رأس الإنسان لمدة 72 ساعة. الجن بيبتدي يتعرف على الشخص من خلال الطلسم، فبعد 72 ساعة الطلسم بيتحول لبؤرة سحرية لها قوة مغناطيسية بتجذب الخاتم. فبعد 72 ساعة بالضبط بيبتدي مفعول السحر بيتم في الشخص المسحور والعياذ بالله. نفس الموضوع بالنسبة لسحر المحبة أو صلب الإرادة. القصة اللي شرحتها لحضرتك هي الخطوات اللي بيتم بها السحر أيا كان نوعه. بعد 72 ساعة بالضبط بيبتدي السحر يتمكن من الشخص.